طب يبقى طيب ناخد كابتن نهله سامح وهي كابتن خلينا فريق ناخد الكره كابتن الطايره نهله. سيدات بالنادي الاهلي، والعمليه في بيتها في انا الاخر في يا ما بيتها رحناش كلها. بعيد. يا كابتن نهله صباح الفل عليكي، واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي، ومليون مبروك. صباح النور، اهلا بحضرتك. الله الله يبارك فيكم جميعا، ربنا يخليك يا رب. يعني اداء رائع، اداء رائع، مبروك. انا عايزه بس اضم صوتي هنا واقول لك مبروك كابتن نهله، مبروك جدا. احنا سعداء بجد بالاداء اللي سو فار زي ما بيتقال كده، الفريق محققه شغل محترم. ودايما انا بقول احنا بنبص على النتيجه، لكن ورا النتيجه والفوز والبطولات بيبقى فيه بقى الشغل، بيبقى فيه كواليس. خلينا نتكلم معاكي شويه كابتن نهله عن كواليس البطوله وكواليس هذا الاداء الاكثر من رائع المشرف بصراحه. الله يبارك في حضرتك. في الأول طبعا الحمد لله، هي بطولة السوبر دي أول مرة أصلا تقام، يعني دي أول مرة، والحمد لله. طبعا النادي الأهلي كالعادة طبعا هو بيكون صاحب الإنجازات والأرقام القياسية، إن احنا الحمد لله أول نادي طبعا فاز بيها، فده كان كله يعني. والسنة دي كمان أنا عايزة أقول إن الدوري طبعا يعني كله عارف إن الدوري والفرق كلها بشكل عام كانت مدعمة بمحترفين، والفرق كلها يعني الفرقة بقى شكل تاني غير عن السنين اللي بالظبط، قبل كده. صحيح. فطبعا ده كان تحدي بالنسبة لنا ان احنا دي اول مرة تقام، وكان بلس بقى كل ده ان الفرق كلها مدعمة، يعني سبورتنج مثلا فريق محترم جدا، حتى طلعنا معانا يعني طلع معانا 3-2، فريق الصيد نفس الكلام وكسب سبورتنج اول امبارح. فالفرق كلها حتى وادي دجلة برضه فريق اي نعم معظمه صغيرين، ولكن كلهم عناصر شابة يعني بتلعب في المنتخبات زي منتخب الشابات والنشات، ففرقة كلها كويسة جدا يعني وفرقة محترمة. فكان طبعا تحدي بالنسبة لنا ان احنا نقدر يعني نفوز بأول بطولة، وكانت أول نسخة يعني، وبالذات ان هي جاي فاينل في بداية السيزون. يعني مش احنا دايما معروف ان احنا دايما النهائيات بتكون بقى على شهر 4 شهر 5 يعني، فان احنا لعبنا على بطولة بدري كده، فكان برضه تحدي لنا يعني، وكنا بنحاول طبعا نجهز له في خلال ما احنا بنلعب الدوري العادي يعني الدوري المصري بتاعنا عادي، ان احنا في وسط الماتشات دي بنحاول نستعد لماتشات السوبر. بس والحمد لله يعني قدرنا نطلع بنتيجة كويسة الحمد لله في الماتشات كلها. رائع جدا. انا هسالك بقى نهله تحديدا السؤال ليكي، انت كم مره رفعتي كاس بطوله مع النادي الاهلي؟ لان طبعا انت دي ليست الاولى وليست الاخيره، فخلينا نرجع معاكي برضو لورا شويه. هو انا الحمد لله يعني دي كانت البطوله الـ50 اللي هي مع الدرجه الاولى. انا يمكن ابتديت بدري شويه يعني درجه اولى بس كمان يعني زي بطولات الناشئات والشابات والمنتخب. الحمد لله يمكن ابتديت المشوار بدري شويه وانا صغيره يعني مع الدرجه الاولى، فالحمد لله كان ليا شرف يعني ان انا العب في النادي الاهلي وان انا اوصل لكم البطولات ده. مبروك ومزيد من التألق ان شاء الله يعني. وانا وكريم اكيد كمان بنبارك لكم مره كمان. الله يبارك في حضرتك. شكرا ليك كابتن نهله. حاجه تفرح. بص يا كريم اقول لك على حاجه، ما هو النجاح بيبقى منظومه، ما بيبقاش طبعا اداء فردي طبعا، طبعا بيبقى لازم الفريق هو بيشتغل على نفسه، بيبقى فيه اداره معاه، جهاز فني قوي، بيبقى فيه رغبه عند اللعيبه، وبيبقى فيه يعني زي ما بيتقال كده لعب وفكر احترافي. ده من شق، الشق الثاني بيبقى عندك مجلس اداره ناجح، مجلس اداره داعم، ده ما بتلاقيهوش في اي حته، ما بتلاقيهوش صدقني في اي حته. داعم بمعنى ايه؟ داعم يعني انت لما بتكسب هو في ظهرك، لما بتخسر هو في ظهرك، ما بيقلش منك. حضراتكم واخدين بالكم انا بقول ايه؟ لما بتخسر ما بيقلش منك، بيدعمك عشان توصل تاني تبقى رقم واحد. هي دي او هي دي اداره الاهلي، او هو ده مجلس اداره النادي الاهلي، وهو ده نادي الاهلي. ففي فرق كبير قوي قوي، وحضراتكم اكيد فاهميني. يعني على كل حال عايزه اروح، لان احنا لسه انت معايا ولا ايه؟ هو انا قاعد مبتسم اهو، انا قاعد مبتسم.